يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الانحناء وتقبيل الركبة إذا كانت ركبة الوالدين أو العالم؟ نعم. هل يجوز الانحناء وتقبيل الانحناء؟ الانحناء لا، ما يجوز، لا للوالد ولا لغيره، ولا للملك ولا لغيره. الانحناء هذا ركوع، لا يكون إلا لله. أما تقبيل اليد للوالد وولي الأمر والقاضي العالم، هذا رخصوا به تقبيل اليد لهؤلاء الثلاثة: العالم، ولي الأمر، الوالد. نعم، من باب الإكرام لهم. نعم.